طيب كابتن اجل حضرتك في مشوار النادي الاهلي، عايزين نتكلم عن الفريق الكبير، يعني يمكن عندنا الرجال كمجموعات ودور ال 16 ودور ال 8 وايضا المرتبط. اتفضل يا كابتن عماد. هو بالنسبه للفريق الرجال في الفوز، فازوا على الزهور ذهابا وايابا يعني 102-37، فازوا على الشمس الحمد لله، فازوا على طلائع الجيش كان ماتش صعب شويه فازوا 90-77، طبعا فازوا على الزهور في الاياب برضه، فازوا على طنطا اياب 76-59 وده كان مباراه برضه كويسه، وفازوا على طلائع الجيش في الاياب الحمد لله. يعني يا كابتن معلش انا بقطع حضرتك، يعني هم كانوا مجموعه ولعبوا اذا اياب في الاول تمام، وبعد كده تاهل الاول والثاني مظبوط؟ تمام انا فاهم كده. تمام يا كابتن. لما طلعوا الدور الثاني دور ال 16 فازوا على جزيره الورد ذهابا 86-49، لما في الاياب برضه الحمد لله 151، وراحوا الدور اللي بعد دور الثمانيه فاز على الزمالك زي ما اتكلمنا 91-68 وكانت نتيجه كبيره الحمد لله، وخسروا الماتش الثاني 62-59 زي ما قلت لحضرتك انه حاول عاوز يريح لعيبته عشان بالزبط. الدور اللي جاي يقدر بالزبط. يكمل. بس خليني اوضح ان في المجموعه في الاول خالص يا كابتن كل الفرق تاهلت، الاول لاعب الرابع من المجموعه اللي قصاده يعني انا قلت الاول والثاني، لا هو مش الاول والثاني، هو الاول للرابع تاهله، بس كل واحد في دور ال 16 قبله يعني ماتش قوي او ماتش ضعيف. تمام. انا اسف يا كابتن، اتفضل يا كابتن. هنتكلم بقى بالنسبه للمرتبط، فازوا على الزهور 75-9 فريق ضعيف جدا الحمد لله، فازوا على الشمس فرق جامد، فازوا على طلائع الجيش، فازوا على الزهور تاني وعلى طنطا وعلى طلائع الجيش تاني برضه الحمد لله، وصلوا دور ال 16 فازوا على جزيرة الورد الحمد لله 71-15، وفي الإياب 50-22 الحمد لله، فريق مرتبط عندنا في الأهلي القوي. في دور الثمانية على الزمالك الحمد لله فازوا رايح جاي 80-51 و50-22. يعني كده كابتن من حضرتك قلته، انا يعني شايف ان النادي الاهلي كبار وصغيرين لم يتلقى الا هزيمه واحده لات الزمالك، وكانت تحصيل حاصل فنيا نقدر نقول عليها، كانت يعني الكابتن اشرف فضل ان هو يلعب صغيرين ياخدوا شويه خبره، ولو كان حتى خساره فاهم مش فارق معاه، على اساس انه يضمن الناس المصابه الحمد لله يأهلوا يلعبوا الماتشات الثانيه هم سلام ان شاء الله. طب يعني كابتن سلعاوي اجل حضرتك في مشوار نادي سبورتنج حتى وصوله لدور قبل النهائي. السبورتنج فاز على المصريه للاتصالات وفاز على الطيران وفاز والفوز على الجزيره وفاز على الاتصالات والطيران والجزيره ذهابا، وخسر ماتش واحد بس من نادي الجزيره. دور ال 16 كسب اصحاب الجياد رايح جاي. دور الثمانيه فاز على التامين رايح جاي. المرتبط بتاعه نتائجه بتقول عليه انه كويس زي ما انت قلت في المقدمه. فاز على المصريه اتصالات وفاز على الطيران وفاز على الجزيره ذهابا وايابا برضه. وفي دور ال 16 فاز على اصحاب الجياد ذهابا وايابا، وفي التامين برضه كسبه رايح جاي في التصفيات. يعني يا كابتن افهم من كلام حضرتك ان سبورتنج برضه كبار وصغيرين لم يتلقى الا خساره واحده من نادي الجزيره كبار وكان تحصيل حاصل برضه نفس يعني اعتقد ان الفريقين متشابهين لدرجه كبيره جدا في كل حاجه. ماتش هيبقى جامد يا كابتن. طيب.